نتواصل أيها الحفل الكريم ويتجدد اللقاء مع تجدد كل شوط من أشواطنا بالأثار لعشاق الرياضة محبي سباقات الهجنة العربية الأصيلة متابعي شاشة دبي ريسق ميدان المرموم. التواصل جميل والانطلاقات أجمل وأجمل في 6 كيلومترات وشوطنا العاشر الذي أعلنت بداية انطلاقته حاملا كذلك أسماء الحول المهجنات الأصايل التي تحمل شعارات أبناء القبائل تتنافس والتي قدمت الكثير في طيلة فترتها العمرية حتى وصلت إلى سن الحول من الإنجازات العديدة. هذه الانطلاقات وهذه الأثار تتواجد دائما في تحفة الميادين في المرموم. مباشرة إلى شوطنا العاشر ومع مقدمتي هذا الشوط وهذه من ومن تقود المشاركات عتيج بن مسري بالعرطي الحميري تتصدر المشاركات بعد بداية الانطلاق. انتصار تأتي في المركز الثاني سالم بن محمد بن نصرة العامري يقدم انتصار في هذا الشوط بينما المركز الثالث ناتي وبنلقى الشاهينية لعمر بن راشد بن سبت الخيالي على ثالث المراكز بينما المركز الرابع بقول هناك براقة تأتي في المركز الرابع محمد بن يمعة النابودة على رابع المراكز بينما المركز الخامس وهذه بديعة في المركز الخامس عبد الله بن سالم بن راشد هي اللي في المركز الخامس والسادس المراكز. المركز السادس مشهورة من تأتي على سادس المراكز عبد الله بن محمد الرميثي. المركز السابع النصيبة وسيف بن مسفر العميمي. أما المركز الثامن فهناك التواجد على ثامن المراكز من الشاهينية عبد الله بن حمودة النيادي والمركز التاسع هذه بشاير ومحمد بن عتيج بن خفية هي اللي في المركز التاسع وعاشر المراكز تتقدم دريبح مشاهدين الأعزاء وحارب بن خالد المهيري. هذه العشر المراكز مشاهدين الأعزاء في النداء الأول وفي انطلاقة هذا الشوط. خلف العشر المراكز هناك أسماء وهناك شعارات مشاهدين متابعين الكرام في هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة على أرضية هذا الميدان. التواصل جميل وأداء ذلل أبناء القبائل جميل للقاية لتعطي المشاهدين عبر شاشة دبي ريسنج متعة جميلة وانطلاق وتنافس على تحدي وناموس هذا الشوط في هذا الموسم الجميل. العودة إلى مقدمة الشوط العودة والنتيجة مشاهدين الأعزاء لا زالت منوه مع منوه اللي مسيطرة على مقدمة هذا الشوط منوه عتيج بن مسري بالعرطي تقود المشاركات من البداية ومصرة على البقاء في هذا الموقع اللي يتمناه أكثر من 24 مشارك في هذا الشوط. المركز الثاني الشاهينية عمر بن راشد بن سبت الخيالي من يقدم الشاهينية على ثاني المراكز بينما بقول المركز الثالث انتصار في ثالث المراكز سالم بن محمد بن نصرة العامري في المركز الثالث. المركز الرابع بديعة عبد الله بن سالم بن راشد هي اللي في المركز الرابع بينما المركز الخامس هناك تأتينا براقة محمد بن جمعة النابود على المركز الخامس. المركز السادس في هذه اللحظات مشهورة عبد الله بن محمد الرميثي على سادس المراكز. تأتي دريبح على المركز السابع في هذه اللحظات حارب بن خالد المهيري والمركز الثامن هناك التواجد للنصيبة سيف بن مسفر العميمي وتاسع المراكز هذه الشاهينية عبد الله بن حمودة النيادي هي اللي في المركز التاسع وعاشر المراكز. وصلت سمح محمد بن سعيد الرميثي هي اللي في المركز العاشر. هذه العشر المراكز من المهجنات النداء الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام في مسار وتحدي هذا الصباح الجميل مع أشواط حول أبناء القبائل مع المهجنات في شوطنا العاشر في ميدان المرموم في هذه الانطلاقات في رياض
رياضتنا العربية الأصيلة، والثلاثة كيلومترات، الثلاثة كيلومترات مشاهدينا الأعزاء غادرناها منتصف المسافة، والمسار جميل والأداء جميل، والشوط يحمل لنا أثاره وحماس وتنافس غوي في هذا الشوط. تابع يا متابع، شاهد يا مشاهد، من ولا زالت مصرة على البقاء في هذا الموقع، مقدم الأداء الجميل والأداء الأفضل حتى هذه اللحظات، يقودها حج شبابنا عتيج بن مسري بالعرطي. يا سلام يا سلام يا سلام، هي اللي في المركز الأول، بينما المركز الثاني الشاهينية، الشاهينية عمر بن راشد بن سبت الخيالي يقدم الشاهينية على ثاني المراكز. المركز الثالث عندك يا بن نصرة هناك من الجانب الآخر. يا سلام يا سلام يا سلام، سالم بن محمد بن نصرة العامري مع هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل مشاهدي الأعزاء، مع انتصار. الانتصار مطلوب مشاهدينا الأعزاء، الانتصار أمنية كل المشاركين، ولكن لكل مجتهد النصيب. الدريبح كذلك تأتي وتقدم دائما الأداء الجميل والرائع. يا سلام يا سلام يا دريبح، حارب بن خالد المهيري هو اللي يقدم دريبح على رابع المراكز، والمركز الخامس تاتينا سمحه، سمحه محمد بن سعيد الرميثي بدا التنافس على مقدمه هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام. المركز السادس، المركز السادس في هذه اللحظات مشهورة، مشهورة عبد الله بن محمد الرميثي من تنطلق على سادس المراكز. والمركز السابع النصيبة، النصيبة سيف بن مسفر العميمي على سابع المراكز، بينما المركز الثامن هناك الشاهينية أحمد بن صالح بن شيبة المزروعي وصلت إلى سابع المراكز. والمركز الثامن في هذه اللحظات براق محمد بن يمعة النابود. والمركز التاسع، التاسع 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 لراشد بن محمد بن راشد بن غدير هناك الانطلاق الجميل اللي في المركز التاسع. وعاشر المراكز من هناك المركز العاشر لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين. هذه العشر المراكز الأولى والعودة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الموقف جميل جميل للقاية، جميل للقاية، وحساس في الالتفاف الأخير في زاوية 1400 متر الأخيرة مع هذه الأسماء المتقاربة التي تدل على التنافس وعلى الأوامر وعلى هذا الاندفاع الجميل على أرضية هذا الميدان. من هو مشاهدي الأعزاء؟ من هو من هو من هو من هو في مكان المن هو حتى هذه اللحظات؟ يا سلام، من هو من هو من هو؟ عتيج بن مسري بالعرطي الحميري تقود المشاركات من البداية وتنطلق بقوة وبأداء جميل. الدريبح دريبح دريبح، حارب بن خالد راعي دريبح المهيري هو اللي تقدم كذلك أداء رائع على ثاني المراكز. الشاهينية الثالثة لعمر بن راشد بن سبت الخيالي من البداية، وتصل سمحة في هذه اللحظات محمد بن سعيد الرميثي على ثالث المراكز. المركز الرابع دخول دخول. يا سلام يا سلام يا سلام، الظبي 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 محمد بن علي بن يمعة الرميثي كذلك انطلقت انطلقت، غيرت النتائج، قلبت الشوط راسا على عقب. اشكرك يا الرميثي، الله. يا سلام، الظبي 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 محمد بن علي بن يمعة الرميثي انطلقت الى مقدمة الشوط، غادت المشاركات بجدارة وبأداء جميل. يا سلام، الموقف جميل للقاية، والامتار الاخيرة، الامتار الاخيرة هناك من الجانب الاخر. الشاهينية عمر بن راشد بن سبت الخيالي من البداية، وهي في التنافس على ناموسي هذا الشوط، هذا الشوط. الله يا بن سبت. المركز الثاني، الثاني الظبي محمد بن علي بن يمعة الرميثي. يا سلام، الثنتين الثنتين، ولكن المركز الثالث والوصول، الوصول الوصول من غيوم 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 علي 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 بن حمود بن علي الظاهري، وصلت ولكن خلاص خلاص. سلام لأهالي السمحة، سلام لأهالي السمحة، سلام يا السمحة، سلام. محمد بن علي بن يمعة الرميثي الظبي تنتزع المركز الأول بجدارة، تصل في المركز الثاني قيوم، تقدم هذا جميل علي بن حمودة بن علي الظاهري. المركز الثالث وصلت في المركز الثالث الشاهينية لعمر بن راشد بن سبت الخيالي، والمركز الرابع
هذه لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين عوايد، والمركز الخامس اللي هي سمحه لمحمد بن سعيد الرميثي. عموما على كل حال بقيه المراكز لجنه خط النهائي لها متابعه هذا التوقيت الزمني على شاشه التلفزيون 9 دقائق 40 ثانيه وجزء واحد من الثانيه. تهانينا الظبي محمد بن علي بن يمع الرميثي على فوز الظبي بالمركز الاول. المركز الثاني اللي وصلت في غيوم قطعت المسافه في فتره زمنيه مقدارها 9 دقائق و42 ثانيه بالوفاه تمام علي بن حموده بن علي الظاهري مالك غيوم اللي في المركز الثاني. المركز الثالث في ثالث المراكز